السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم. وقبل البدء في الفيديو أرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. صدرت موافقة المقام السامية لتعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة الإلكترونية لتصبح أول امرأة ترأس جامعة سعودية تضم طلابا من الذكور والإناث. تخرجت الصفدي في جامعة وولونغونغ وهي حاصلة على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي وماجستير علوم الحاسب والتخصص في هندسة البرمجيات، وتولت عدة مناصب منها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشارة لمحافظ الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية، وعملت كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عاما في تطوير الأعمال والاستشارة التجارية والقيادة الاستراتيجية. بالإضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع، شاركت بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتجاري، وعملت كنائب للرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير الماضي. وصفدي هي أول امرأة سعودية تتولى منصب رئيس الجامعة، يعني أول مرة يحدث هذا في السعودية.